مثل هذا الدجاج الشهي المقرمش المقلي داخل الفرن وفوقه الدخان المتصاعد، أين يمكن أن يؤكل؟ بالطبع يؤكل في المنزل. إذا كان لدى الطباخ صلصة الدجاج الأسطورية فيمكنه الاستمتاع بألذ دجاج في المنزل. صوص دجاج الطباخ، المهارة منك والنكهة من الطباخ. بالهناء والعافية. الطباخ سر النكهات، مع الطباخ للحياة طعم مختلف.